نرجع تاني واحنا بنتكلم عن نعمة العمل، خلينا نتكلم عن العمل المرأة ونعمة العمل عند المرأة. هل حضرتك شايف ان في الزمن دلوقتي مقارنة بالأزمنة زمان اللي كانت قليلة جدا نزول المرأة، هل بتشوف دلوقتي ان دي نعمة ان المرأة تعمل وتنزل وتشتغل زيها زي الراجل؟ يعني ده شيء متاح، وطبعا ممكن يكون نعمة وممكن يكون نقمة بالمناسبة. يعني احنا بنقول عمل المرأة جائز بالضابط اللي قلناها، ده برضو يجعلنا ننبهها ان ما يبقاش هذا العمل وسيلة لفساد الغاية اللي هو أسرتها. يعني العمل وسيلة، وسيلة عشان أعيش حياة رغدة، أعيش حياة مرتاحة، أشعر يا سيدي إن أنا بحقق ذاتي. يعني ماشي سمعتها كتير شكلك حفظتها خلاص، مفيش مانع حققي ذاتك وحقق ذاتي وكل الكلام ده، بس دي برضو في النهاية هيظل إنها وسيلة. نعم. طيب لما أنا شغلي بقى يأثر على تربية الأولاد أو يأثر على مراعيتي ليهم أو استقرار حياتي الأسرية أو راحة جوزي أو راحتي أنا الشخصية، ما أنا لو في حد مسؤول عن النفقة عليا أقعد بقى أنا أتستت وأحط مانيكير ما يجراش حاجة وأنا بالك، لكن إلا أنا لازم أدور على الشقة. إثبات ذاتي مولانا بقى، فيها وماشي ربنا يوفقها، مفيش مانع إثبتي ذاتك، بس المهم إيه، يبقى عندك توازن في الأولويات. طب هل يحق للزوج أنه يمنع مراته عن العمل أو ياخد مرتبها؟ يعني ده سؤال وده سؤال. ده سؤال وده سؤال. الـ 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 الزوج له أن يمنع زوجته من العمل، نعم، ولكن أنا دايما بنبه أن إحنا الحقوق ما بنتكلمش عليها يا مدام إيمان إلا عند التنازع. هل أنا من حقي أقعدك من الشغل؟ يبقى إحنا بنتخانق. يبقى إحنا كده إيه، بنتخانق. لكن المحبة بتمشي حاجات كتير، مش بتمشي ان هو يقعدها، بتمشي ان هو يخليها تشتغل كمان. وفي حاجة اسمها التعسف في استعمال الحق. يعني طب واحد مراته مستقرة ومتفق معاها على الكلام ده وهي متعاقدة وهو عارف، وبعدين هو وهي بتشتغل بيعمل كده عشان انا بحب شغلي وعايزة اكمل، بيعمل كده عشان مجرد انه بيفرض سيطرته. انا كنت هقول بيغلس عليها، لا بيفرض سيطرته، بيفرض سيطرته او يعني عايز انه يضرها اضرار محض. ده اسمه تعسف في استعمال الحق. يأسم، قد يأسم اذا اراد انه يؤذي او اذى بالفعل او كده. طب ايه رايك بقى في الرجاله اللي بتنزل مراتاتهم تشتغل عشان ياخد فلوسها وهو يبقى قاعد كده باشا البيت؟ جمع نطع انطاع. ده جمع نطع، نطع ونطع ونطع، يتحطوا كده جنب بعض زي الثلاث قلل كده يبقوا انطاع. بس كده دي الإجابة.